طيب خلينا نتكلم كمان عن أطعمة سيئة لجهازنا الهضمي وما بتفيد البكتيريا النافعة في الأمعاء، زي إيش مثلا؟ هلأ بصراحة صارت شكل حياتنا أسرع، صرنا نأخذ أشياء أسرع، صرنا ما كتير نفكر، أو صرنا إذا بدك نستسهل نأخذ قصص معنا بشكلها الأساسي. أنا دايما بقول شو اللي بيفيد شو اللي ما بيفيد هينه كثير، منفكر انه هي هذا هالغذاء هل هو بالشكل اللي خلقه ربنا او هو بشكل مصنع معلب. سو هذا احيان طريقه لنعرف اذا هالاكل معقول يأذينا او ما يأذي. فبالدرجه الاولى دائما وابدا البروسيسد فود، دائما الطعام المصنع، الطعام المصنع، حتى المشروبات العاليه بالسكر اللي بنشوفها دائما، لانه بتغير توازن البكتيريا بالأمعاء. هي بس إذا عم نحكي صحة أمعاء، ما عم نحكي سكر، ما عم نحكي أضرار تانية، أضرارها الأخرى. يعني صحيح. أنا سمعت إنه أي شيء معلب وصار مصنع هذا غير مصنع. مفيد خلينا إيه نرجع إذا بدك شوي أبسط لورا، مثلا نجرب ناخد القصص فريش، ما قدرنا فريش ناخدها فروزن، ناخدها متلجة، بس نجرب من بعد شوي عن البروسيست، لحوم طازجة بلا لحوم مصنعة والأجبال المصنعة وهيك تماما.